السلام عليكم شباب، ميكس الطاش معكم، واليوم جينا لكم بمقطع مختلف عن بقية المقاطع. مقطع اليوم راح يكون مقطع تعريف للقناة الجديدة بلاها جيمنج. محتوى القناة راح يكون أغلب ألعاب من اسمها، وبإذن الله نستمر مع بعض على طول. اليوم وبكل فخر أقدم لكم آيكون في سلسلة ميكس 19 ماينكرافت، أقدم لكم تمثال السكريم. واي احد من جد يتكلم، اي احد حاب انه يبدا قناه في اليوتيوب، انا لي تقريبا 6 سنوات في اليوتيوب، ما حسيت اني لقيت المحتوى اللي انا يعجبني في اليوتيوب الا بعد 6 سنوات. الشيء الوحيد اللي اقدر اقوله لكل شخص يبي يبدا قناه، استمر من جد، سوي الشيء اللي انت تحبه واستمر. انا شخصيا احب الجيمنج مره، اكتشفت في النهايه ان الناس حابه تحمل محتوى النقد مو من محتوى الجيمنج. كل اللي اقدر اقول لك عليه استمر، ودائما خليك على طبيعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ميكس 19 معاكم، اهلا بكم في افضل مقطع عندكم في اليوتيوب، مقطع يوم السبت. كل يوم اسألك نفس الاسئلة اسألك هي، وكل يوم تعطيني نفس الاجابة. شايفين هذه؟ ولا عصا؟ ولا عادي غلط. هذا هو درع 10,000 مشترك حقي. ما في اي يوتيوبر عنده درع 10,000 مشترك، انا بس عند هذا الولاع. Brothers from another mothers. We fucking made it. 50,000 مشترك. Boys and grills. We fucking made it. 100,000. خيراً أقدر أقول عن نفسي يوتيوبر. طبعاً ودي أوريكم الشعار من قدام، بس للأسف حاطين عنواني وحاطين رقمي وحاطين حياتي كلها. حتكون أكبر غلطة في حياتي تسويها إني أوريكم، بس أوريكم هو شكله من جوا. قادة شكله مرة جميل. استنى، أول شيء أشكركم ولا أفك أول؟ أظن أفك أول، المفروض أفك أول. بسم الله. اي اظن عنواني بان بلتيرو، تكفى. يعطونك لازم قطنة عشان تعرف حماية لدرع الاسطورة ميكس 19، يعطونك بطاقة congratulations on your subscriber milestone مدري ايش. يقول لك انه في شخص هنا took a good care في الباكجينج حتى يتأكد من سلامتها ووصولها بهذا الشكل الرهيب. درع ميكس 19 لازم يكون بافضل طريقة ممكن، وهذا الله ورق الاسطورية اللي يعطونه كل اليوتيوبرز. ايه مره مقهوه والله ما يمزحون. Do you remember your first subscriber? Your 100th, your 1000 subscriber. Chances are you do, and we know that you will definitely remember your 100th subscriber. شكرا جزيلا يوتيوب. موقع من سوزن نفسها، سوزن وجوكيكي والله ما ادري ايش اسمه، خطه زباء سي او حقت اليوتيوب، وقعتها بنفسها وقعتها خطه زباء. لازم سوزن لا تقفلين المقطع، لازم اوريهم خطك. شوف خطه يا اخي، ناس مدري كيف وسطات، مدري كيف صارت السي او حق اليوتيوب. المهم اللحظه المنتظره، درع ال 100,000 خيرا. دود مدري ايش فيه، من عارف اتكلم اول مره في حياتي كذا اتوتر مدري ليه. مية ألف، let's go. والله شكله جيد، والله شكله مرة جيد. God damn. 100,000، والله رقم رهيب. دود أحس إني بوقف هنا، حرفيا ما أحس إني أبغى أزيد ولا سبسكرايبرز، المكان هذا مرة رهيب. 100,000 كذا، عارف المشاهدات مية مرة مرتفعة ومية مرة نازلة في النص. الناس اللي تابعني مرة رهيبة واستمتع معهم مرة، ناس من جد فلاوية كذا يا أخي، مجتمع كوميونيتي يا أخي. من البداية وأنا أقول نفسي الكوميونيتي رهيب كذا، خلاص ها لازم يكون الكوميونيتي صغير، لأنه أول ما يبدأ يكبر يبدأ يصير زباء. فأنا مرة مبسوط بهذا الرقم، هذا الرقم هو الرقم المناسب بالنسبة لي. أحس لوكس ريلي كول دود، أنا حخليه هنا خلاص. ثواني 1 minute، تحسبوني انتهيت؟ لا، ما ينتهي المقطع إلا بدرع 10,000. تحسبوني رميت الالعاب موجود؟ شيت، تذكرونه؟ أول 10,000 هم اللي تذكرونه، بس درع الولاعة الأسطوري. إي اللي شاف مقطع ديوان كمان كان له ريفرنس رهيب، ما أدري الناس إذا انتبهت له ولا لا، بس قاعد دايما درع 10,000 درع 100,000. ثواني يحتاج لها صورة مع بعض. كم له ذا؟ سنتين؟ قاعد دايما سنتين. المهم شكرا جزيلا للناس اللي اشتركت في القناة.
وأنا أقول لكم تابعت يوتيوبرز كثير وأعرف استراتيجيتهم في الشغل. هذا كله بفضل الله ثم بفضل الوالدين. الحمد لله إننا قدرنا نوصل هذا الرقم الرهيب. شكرا لكم، لكل شخص دخل الفيديو، لكل شخص ضغط لايك، لكل شخص اشترك. أنت غيرت حياتي. والله إني أسطورة يا أخي، تابعت يوتيوب كثير. إيش بكم؟ إيش قاعد أسوي؟ أوه شيت، مراية أقدر أشوف نفسي ثاني. أوه شكلي رهيب. تورام تو كنبام مين؟ تحتاج النظارتين. أوح والله طرافه حادة. سلاح أقدر أستخدمه زي السلاح. طبعًا بتشي راح أكسره. تأكد هل هو سيلفر حقيقي ولا تسليكي؟ لابد نتأكد. اي صح، قصة الرقم 19. طبعا انا وعدت اغلبكم اني لما اوصل 100,000 سبسكرايبرز راح اقول لكم ايش سالفة رقم 19. كثيرين منكم مرة كانوا يطلبون انهم يعرفون الرقم، مع اني انا قلت استهبال، قلت يمكن 2019، قلت استهبال انه لو وصلت 100,000 حقول. ما توقعت ابدا اني حكمل ابدا، توقعت كذا في نص 2020 راح اسحب تماما، بس اني كملت مدري ليه ووصلت 100,000. والحين يعني صار لازم اواجه يسمونها اواجه خطائي، لا مو اخطائي، اواجه عقوبات ما قلت. والحين راح اقول لكم القصه. كان ودي اقول لكم قصه كيسيه بس خلاص حق اقول لكم القصه الحقيقيه. يعني لا تتوقع قصه رهيبه من الحين، اقول لك لا تعتقد انها قصه رهيبه ابدا باي شكل، مش قال قصه غبيه جدا. اغلبكم قاعد تشوف نظرياتكم الهبله، كل واحد يقول لي سمي ميكس 19 عشان سوى الحساب في 2019. انا غبي ذي الدرجة، ما حسوي كذا كيد. وكل ما تبدأ سنة جديدة ها الحين صار ميكس 20 ولا ميكس 21. سمعتها كثير لان خلاص سامجة من اول مرة سمعتها سامجة، ولازم تكررها لي عشان كذا راح اقول لكم القصة عشان النظرية ذي تموت للابد تندفن. اوكي القصة بدأت 2009، قصة حقيقية 2009 2008 اعتقد. اخوي قرر يسوي لنفسه نكنيم، خلاص وقتها دخلت العاب الاونلاين، صار لابد كل شخص فينا يكون عنده نيكنيم الجيمر تاك، فاختار FTX13. هذا كان الاسم حقه، خلاص فيصل FTX13. انا شفت الاسم قلت God damn يا اخي the sound of it، فاهم الاسم FTX13 كده تحسه اسم رجل عصابة كده فاهم، او كأنه عميل سري. دايم الاسم رهيب. المهم خليت الفكرة في راسي الين جاء قريبي وسوى حساب كمان KRX15. انا هنا قلت خلاص لازم انضم للعصابة دي. لازم اسجل نفسي بالعصابة دي واسوي حسابي MEX19، حرفيا ما له اي معنى في الحياة. كل اللي اعرف انه ام هي الاسم محمد، الاي اكس هذه جت الاحد قد يسوي لي فيها ايه، لان كلنا سامين الجيمر تاع حقتنا زبالة. اذا انت تلعب في حياتك تفكيت بلاي ستيشن وسويت حساب، حسابك 100% غبي اسمه زي كذا. ما في احد عنده جيمر تاج منطقي، اللي عنده جيمر تاج منطقي هذا سايكوباث لازم ينقتل سريع. المهم انه اخويا وقريبي الثاني اتوقع جالهم تنمر كثير لين غيروا حساباتهم. اخويا قاعد يقولوا له كان FTX، كانوا يقولوا له فتكس وكلينكس. تنمر عليه لين غيروا في النهاية. أظن قريبي كمان كانوا يتنمروا عليه يقولوا له كروكس، فمساكين الاثنين غيروا حساباتهم. بس أنا صامل ميكس حتى الموت ميكس 19 ناشب لكم. الاسم لصق حرفين ومشي معي طول السنين، ما فكرت اني غيره ابدا، يعني كان حلو عجبني لحد ما. وخلاص يعني كل ما كبرت كل ما الواحد كسب له ذرتين في عقله حيشوف انه اسمه زبال وبيغيره، خلاص فكت خليه. اصلا ما كان ميكس 19 كان MEX 19، خلاص ما في احد، ما حد في حال يقول MEX. هي MEX الناس اللي تبغى اسمك يصير ميكس حيصير ميكس، حيتحكمون في اسمك وانت لازم تقبل ذا الشيء. اسال زكتار مسكين. تقى هذه القصة، ما في انفجارات نووية وما في سفر عبر الزمن وما في قتال ساموراي. بيسك نيم سويته عمري 9 سنوات، الحين عمري 22، يعني قبل كم 10 سنة تقريبا والله صرت اجوز. دود كنت 3 ابتدائي، الحين انا 5 سنة في الجامعة. واو حياتي تمشي بسرعة. هذا اللي اقدر اقوله. في شيء خير بسويه، وعدت بعض الناس اني راح اصور سيت اب، يعني كان لابد اني اصور السيت اب كمان مقطع 100,000 كلاسيكيا، انه مقطع الاحتفال حقك توري فيه السيت اب، هذا شيء قانوني في اليوتيوب. عادات وتقاليد. فقلت راح اصور لكم المكان، حاولت
حاولت اني ارتب قدر المستطاع عشان كمان امي ما تقتلني. حوريكم كل شيء السيت اب حقي كامل، حسب لكم كل القطع في الديسكريبشن اذا كان احد مهتم. ويا ليتس جو. دائما تشوفوني هنا اصبر بس ما تعرفون انا اساسا ايش اشوف. اشوفكم كذا طول الوقت، ما ادري ايش اشوف بالضبط. اغرب شيء في الحياه اتكلم عدسه تكمل، بس اي اتس اوكي. المهم هذا السيت اب حقي، الحين تقدروا تموتون بسلام كلكم. حاول اتكلم عن كل قطعه بدقه. زي ما قلت لكم كل شيء حيكون في الديسكربشن. نبدا بايش؟ نبدا بالكرسي. Yeah, نبدا الكرسي. طبعا الكرسي كان عندي كرسي قبل ذا اللي هو كمان برضو من ديفل ستيشن، من ديفو، من كذا سوق، كان رهيب مره. بعدين علاء ارسل لي ذا الكرسي، او كذا سوق ارسل لي ذا الكرسي. طبعا اي مشهور يبغى يدخل الوايت ليست ما عاد نتنمر عليه، ارسل لي شيء ببلاش، الرابط في الديسكريبشن حق الايميل، ارسل لي شيء حتخش. المهم هذا كرسي صراحه والله رهيب. كلاس الجيم قسم عليها تسفيل كثير، الناس بس شكل فنان، بس انا والله لما اجربها تعجبني صراحه. جربت كلاس كثيره، انا والله استمتع في كذا، في ميزات زي ميزه. شوف او شيت ما يتحرك، او شيت. هلا المهم ننتقل لل كيف. جاني برضو الماوس والماوس باد. الصراحه كان كنت بس بجربها وبعدين برجع لحقتي الاصليه، بس والله العظيم انها فنانه. شايف حلاقه اضبطكم يا كزوق، اعطوني بالله عشان بالله. المهم انها رهيبه. رهيبه من جد والله. يعني حتى الماوس باد مع انه شوف كذا شويه سكبت انه ما له مكان محشور عشان قاعده التلفزيون مره كبيره، وغالبا حجيب زي الار معلقها هنا، يصير التلفزيون معلق ويصير استغني عن القاعده ذي والماوس باد يتبحبح. المهم ليش عجبني مره الماوس باد؟ اول شيء لانه قماش، دائما اللي تكون اطرافه هلت تكون بلاستيكيه، بس هذا قماش فنان. شايف ولمبة الليد نفسها قماشيه، فمره مريح. انا اكره البلاستيك، فمره فنان ومريح. وثاني شيء اكره الموسبادات اللي تيجي كلها رسوم حب الساده، وحط شعارهم هنا بس كذا بشكل خفيف، فجاء مره حلو. والاهم من ذا كله اللي هو التشارجر، في تشارجر هنا صراحه. دائما نشوف التشارجر او الشاحن اللاسلكي بس ما عمري جربته، بس قديم والله انه مفيد. صرت كل مره العب ولا هذا بس ارمي الجوال هنا ويشحن. ايش يعني شكله قاعد تسوي اعلانات انا هنا ولا ايش؟ اعلان حتى غير مدفوع، يا ليتني استفيد. ايوه شايفين قاعد يشحن، صراحة يشحن بسرعه، توقعت يشحن بطيء بس والله يشحن سريع. فدين لا حد يقول لي طيب يشبك بسرعه لما تلعب، خلاص ابدا الجيم، ارمي ام الجوال هنا تركز في الجيم، ما انت فاضي تشبك اسلاك. جيمر حقيقي يعرف ايش قاعد اقول. المهم انا كان عندي ماوس قبل ذا من كوغر اسمه كوغر، اي اعتقد ماوس كوغر، وكان مره رهيب، كان مره عجبني، بس انه السكرول حقه خرب. فلما جاء ذا الماوس قلت بس حجربه بعد احطه بماوس حقيقي، بس والله رهيب، والله عجبني. مع اني انا احب الماوسات الثقيله دائما احط فيها الاثقال، بس وهذا ميزته انه خفيف، وما عجبني في البدايه، بس بعدين عجبني. ايش قاعد اسوي في حياتي؟ الماوسات الخفيفه هي افضل شيء في الحياه. شكله صح شوي غبي، اسف علاء. بس والله انه ممتاز في اللعب، والله ممتاز. هو كمان بوايرلس، بس انا احب اشبكه بالسلك عشان تعرف تحتاج الملي سكند وقت الاقيام، تحتاج كل ثانية. الكيبورد الصراحة شوي ندمان اني اشتريته. let me explain. الحين الكيبورد الميكانيك يكون فيه زي تشيري. ثواني اشرح. فين؟ فوك. المهم بحاول اشيله بصباعي، ان شاء الله ما يصير شيء. اي هذه الشيري تكون لونها زي الابيض. فوكس. المهم لونها ابيض، البيضة تكون دقتها سريعة، يعني اول ما تيجي تضغط بسرعة يخش الزر على طول، ما في اي مقاومة. فاعتقدت انه هذا افضل شيء للجيمنج، فهم تحتاج من السكند لما تيجي تضغط بوم بسرعة، لازم تيجي سريع ما عندك وقت. بس اللي صار انه كل ام لعبي صار مسك الكات، كل ما اجي اضغط شيء بس افكر فيه على طول ينضغط، وصرت زبار، بس خلاص تعودت مع الوقت. فما انصح صراحة بالشيري البيضة، انصح بالشيري الحمراء. هذه كنت مهتم بالكيبوردات الميكانيكية، فانا ندمان صراحة، بس شكله جيد. ها شكله جيد نور ستارز. اي صح عندي شاشتين، طلاب جامعيين كلهم لازم يكون عندهم شاشتين، هنا تحط المحاضرة وهنا تلعب، فاهم؟ وقت ما يحضرك الدكتور تقدر تسمع، بس انت حقيقة مركز مع الكلاس، فعشان زي كذا الشاشة الثانية مفيد. طبعا الدكتور تسمعني تراني ركز مع، تراني كذاب الحين، بس اقول ذا الكلام عشان مشاهدات، انا اركز معك. عندنا هنا كمان الدرع 10000، امه هنا شوية. عندنا جهاز ذا له قصة حزينة والله.
شايف بوليتير ما يحتاج، قاعد تسوي لك موسيقى وسوي لك ادت بنفسي. المهم الجهاز ذا اشتريته كان غالي مره، جبته يمكن ب2000 ريال من برا وخرب وما عنده صيانه. حرفيا كل زق غالي مره وخرب. قال لك لقناه البودكاست جايبينه، واستخدم انا استخدام شخصي كان انترفيس، فالمفروض انه يشبك هنا كم موح 2 3 4 منكات، بس خرب على طول من اول تصوير بودكاست خرب، وقاعد ادور له محل ناس يصلحونه، وفي احد اخذه. بعد كم يوم اتصلت عليه قلت له ها صار، قال لي خلاص انا سافرت رجعت بلد ما حد فيه يسوي لك صيانه. رجعت خذ الجهاز، رجعت اخذت الجهاز، رجعت نفس المكان. قاعد دامت ايه صح عنده ستريم ديك. طبعا ارسل اداني هي هديه نائل، شكرا نائل. طبعا نائل دخل الوايت ليست، اذا انت كنت مهتم تخش الوايت ليست. المهم حطيت فيها دي، طبعا هي فنانه مره للبثوث لان عيادي كثيره في البثوث، كل شيء يبين الواتس يجيب العياد، فصارت مختصر خلاص اضغط ذا يسوي لي حرجه اللي هي مثلا يبين وجهه جميل للناس، هذا للجيم وهذا للشاشه خلاص. بق 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 بق. حتى ساوند افكتات قاعد تسوي لي كبلتير وسوي شيء في حياتك. هذا الكنترولر ستيشن 4 لاني ماني ملاقي بلايستيشن 5. الله يلعن اليوتيوبرز يشترون كل الكميات يسوون جيفويات وانا زي الاهبل. صراحه عندي حساب شخصي ما حد يدري عنه دائما يشارك جيفويات، بس اني حمار كنت مسويه برايفت فما حد يلا اني اهبل اعتقد. بس ايه صح عندي هنا كمان كاميرا خربانه برضو، كان عندي اختبار نهائي وطاحت انكسرت، كان سؤال صعب والله يا شباب، متحمس وكسرتها. وحق الصيانه قاعد يصرفني لي سنه اظن، قاعد اكلمه كل يوم يقول لي دق علي الاسبوع الجاي، فيا حقون الصيانه كلاب. والمشكله الناس تحسبني اصرفهم ميكس ايش امك ساحب، يقول والله هي خربت الكاميرا هذه الشيء خربان لعنه الجوده حقيقيه والله انها لا استغفر الله حقيقيه بليبني. هذا USB سرقته من اخوي فنان لل عشان نقول لكم الملفات، فيصل هذا الدور على USB حق الطراينة معلش انا اسف. طب الحين راح ننتقل للبي سي، طبعا مو نظيف فامي دي تتفرجين، بامكانك تقفلين الحين يعني خلاص الشيء مهم بالنسبه لك. يلا ترى هذا البي سي حقي، او ماي جاد نظيف والله لا امزح خلاص. المهم هذا البي سي حقي، بسيب لكم المواصفات كلها في الديسكربشن، شويه قديم والله قعدت اجمع له 6 شهور كانت مجاعة. عارفين قعدت 6 شهور في جوع، اقعد اجمع له 1000 و1000 و1000 لين جبته اخيرا الحمد لله. فيا تجميع 6 شهور الحمد لله. 1070 تي اي 16 رام اس اس دي، ولا 2 اس اس دي 1 تيرا وكرت صوت. اوه كرت الصوت شباب السماعه نسيت، الحين ارجع لكم. شباب اي احد مهتم بالموسيقى لازم تجيب زي دي، اذا انت تحب الميوزك بشكل عام تحب تسمع اغاني انصحك تجيب زي دي السماعه سنهايزر، حسب برضه رابطها في الديسكربشن. طبعا للاسف انك ما تقدر تجيبها لما موقعهم وتطول لين توصلك، حتوصلك عن طريق البريد، بريد عندنا زفت يضيع لك المنتجات، بس انها رهيبه مره تشبكها في كرت الصوت، تشتري معاه كرت صوت واستمتع استمتع بالميوزك، حتسمع الالحان اول مره تسمعها، حتى الالحان اللي تعرفها لما ترجع تسمعها والله كانك اول مره تسمعها، كي تسمع نوتات جديده فنانه جدا، فمره انصح فيها ومريحه بشكل فظيع، مريحه مره وماسكه على الراس. مشكلتها انه ما فيها مايك فلازم تاخذ مايك خارجي، بس والله العظيم من افضل المنتجات اللي عندي في السيت اب. فيا اعتقد ذات صوت هذا المكان يصور فيه، كنت اقول لكم صورة سريعة ترى أوه كيبل مانجمنت كيبل مانجمنت خلاص توليت، حاولت أسوي كيبل مانجمنت بس توليت، بحاول أوريكم إن شاء الله ما في زبائن كثير، أمي لا تشوفين المنظر طوي شوية أوه مو باين ولا شيء. أوه المهم هنا في كيبل مانجمنت بس خلاص توليت، يعني حاولت أسويها بس الأمور تعقدت زيادة عن اللزوم وخلاص، أهم شيء بي سي شغل شيء ميزيك شغال. المهم خلينا نرجعكم لمكان الاساطير باك، رجعنا بصوت المايك الاسطوري معليش قبل شيء الصوت كان سكفت اعتقد. شكرا مرة اخرى لكم جميعا، شكرا من جد للناس اللي قررت انها تشوف مقاطعي السامجة وتعطيها فرصة، وحاب الصراحة اوجه هذه اللحظة دقيقة ماني شايف نفسي دقيقة، احتاج مراية شوف أبني المقطع بنصيحة، يعني لابد دائما الناجحين دائما يقولون motivation quotes يعني عشان توصل للنجاح ما أعرف ليه، فلازم أسوي زيه ممكن عندهم سر، بس عندي نصيحة كويسة الصراحة، نصيحة حقيقية من القلب ولعلها تصل إلى بعض القلوب وإلى بعض العقول أيضا. يوتيوب الفترة الأخيرة يسوق أمه، من الآخر يسوق أمه، تخش 3 مقاطع
الله يعينك ريكومنديشن حقك هذا حتشوف ثلاث مقاطع لنهايه الشهر يعيد لك إيه. خلاص يعلقك في لوب تقعد تدور تشوف المقاطع دي لين تقول بس استغفر الله. فانك تلاقي محتويات جديده او صناع محتوى جدد صار شيء مره صعب. باختصار او الشيء اللي بوصل له، اذا انت كنت يوتيوبر جديد في الساحه تحاول توصل لنجاحي، الموضوع صار صعب عليك للاسف، راحت عليك. لا امزح، بس انه صار صعب من جد انك تبني قناه في اليوتيوب الفتره هذه. اليوتيوب خلاص الخوارزميات حقته صارت تراش، صار يدخلك في لوب يعلقك فيه، وصار صعب انك تلاقي القنوات الصغيره الجديده. فاللي بقوله اللي بوصله، اذا انت شخص تحب اليوتيوب، تتابع يوتيوب دائما، تشوف قنوات دائما صغيره جديده تطلع لك فجاه، انسان محظوظ يطلع لك محتويات جديده، حاول اذا شفت هذه المقاطع الرهيبه ومقاطع القنوات الصغيره الرهيبه، حاول قدر المستطاع انك تنشرها للناس. حرفيا هذه الطريقه الوحيده اللي صارت موجوده تطلع اليوتيوبرز الجدد او تطلع ناس جدد للساحه. هذا اللي احنا نبغاه، نشوف نيو فيسز ان ذا كوميونتي، نبغى نشوف محتوى جديده في المجتمع. خلاص طفشنا. الشيء اللي قاعدين نقوله من 1000 سنه، نبغى ناس جدد رهيبه تطلع. اعتقد ان في ناس كثيرين رهيبين بس مو قاعدين ياخذون ذا لايت. الله الله. من مقاطع من قاعد تطلع في ريكومنديشن كفايه، فانت تصنع الفرق. انت عزيزي المتابع تصنع الفرق، انت تقدر تنشر مقاطع وتخليه تخليه يطلع للعالم. We need new videos. انا حسحب قريب خلاص، ما حقعد للابد امزح، ما حسحب صراحة. افضل طريقة انك تشكروا فيها متابعينك، الطريقة الحقيقية من جد، انك تسوي لهم مقاطع. هم ما يبغون الا ذا الشيء، ما يبغونك تقول لهم شكرا. بس انا مرة كسلان فخلاص قلت بعطيكم نصيحة ويلا مع السلامة. لا ان شاء الله اسوي لكم في فيديو قريبا، انتظر. ما ادري عاد بيعجبكم ولا لا، ما ادري، انا عاجبني موضوع، عاجبني بتكلم عنه. المهم من جد شكرا جزيلا على المشاهدة. ما ادري، ما عندي هدف خلاص، 100,000 كان هدفي الحين، ما ادري وين بروح الصراحة. بس غالبا حكمل يعني، خلاص اليوتيوب صار جزء من لايف ستايل، والفلوس مهسية الصراحة. اوه ما وريتكم فقرات، بوريكم فقرات اخر شيء بعدين بنهي الفيديو. ترى طبعا هذه فقراتي. شت امي لا تشوفين فك. المهم اعتقد حسوي فيديو، طبعا هذه مجاعة 6 شهور او لا، والله 6 شهور الزمن، كل فقر تشوفونه مجاعة 6 شهور. المهم غالبا حسوي فيديو اتكلم عن الفقرات، انها صراحة هواية رهيبة، حابب اتكلم عن كل فقر ليه جبته وليش هذه الشخصية شوفها رهيبة وتستاهل انك تسوي لها فقر. فغالبا حسوي لما اطفي المحتوى. يا بس مرة ثانية للصوت الجيد. المهم يا جماعة الخير ما نطول عليكم، شكرا على الدعم، وان شاء الله نشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجاية. كم معكم مع السلامة، peace out motherfuckers.